هي المعلومة غلطة، نحيوا له تليفون بحذاه، الانستغرام ما عادش يستعمل، ننصح عائلته تنحي الانستغرام بحذاه. خرج هكاك خبر بغير مسؤول نتاع واحد دراش صار له في الليل، هو يعرف بالضبط صار له ليلتها. نحن نعتبره، أنا نعتبر فهمتني أنه أفشل قناة سناء هي قناة الحوار التونسي. مباشر وجه من خلاله اتهامات وكلام خطير يمس من عارض مالك قناة التاسع عمر جنيح. انا عندنا مشكله اليوم مع سيغما كونسي، يعني كنشوف الارقام هي في ميديا سكان تختلف. تلاعب بخبزتنا، شيء اللي الجمهور ما يعرفوش انه ما هيش فقط تحكي الجمهور، لا انا منتج، انا حاطط ملياردوات في انتاج.